مرحبا يا حلوين، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يا رب منورين قناتي، الله يسعدكم جميعا. لازم نوطى الصوت عشان الازعاج، استنوا شوي. طبعا اليوم حبايب قلبي راح شوي يكون الفيديو فيه شوي توشه، لانه اليوم برا عاصفه. يعني اليوم احس لكم بيتنا بعد شوي راح يطير، ما اعرف، لانه احنا صايرين بعلوة هيك وما في حوالينا بيوت. بس لا عن جد الهواء اليوم شوي راح يكون صوته مزعج، فاسفه سلف يعني قبل ما نبلش الفيديو. طبعا حبايب قلبي مثل ما انتم شايفين اليوم الموضوع مختلف جدا جدا جدا، بس بدي انصحكم نصيحتي، هذا الفيديو ما بدي اياكم تجربونه نهائيا. هذا الفيديو انا مسويته قبل فظابطه معايا الشغله، فلذلك اليوم حبيت اسوي شويه تغييرات بشعر تاعي. عارف راح يجيني كثير انتقادات، بنتش لسه على صغيره وشي. فحبايب قلبي انا من قبل جربت الصبغه على شعر بنتي ما شاء الله، يعني والحمد لله رب العالمين شعرها كثير كثير استفاد، وبنفس الوقت كان بيه شوي لويه تجعيده، التجعيده هاي اختفت خالص، وبنفس الوقت حسيت الشعر صار بيروح اكثر من قبل. قبل الشعر كان ناشف. جزء منكم راح يستغرب سبحان الله، يعني هو شعر بنتي وقت استقبل الصبغه، يعني مو بس شعر بنتي، شعري يعني وقت احط له صبغه ترجع عليه الحيويه، ترجع عليه الحياه، وشوي يعطي سبلة الصبغة. فحبيت اليوم اغير لها الديكور، اغير لها اللوك. اهم شيء اذا عجبكم الفيديو، انا اذا عجبكم الفيديو قبل ما يعجبكم الفيديو حطهم لايك لنبلش الفيديو. يعني منطقه التليفون لحتى تلتهي عني شوي. طبعا هي عشقها عشقها هذن الاميرات يلي يطلع شعرهن ابيض. هي تقول لي سوف يصير شعري ابيض، يعني قلت لها ايه بس هو راح يطلع ذهبي اتوقع، او شلون بدي اقول لكم نحاسي فاتح، لانه الشعر هذا اسود صاير بني. فالنتيجه بصوره نزلت لكم اياها قبل على المنتدى، شعرها صار ذهبي، بس يجوز لانها كانت صغيره وشعرها قصير صبغ اكثر. فهاي المره راح نشوف يا يصبغ مثل هذا اللون يا لا. وهي صغيره صار نفس هذا اللون، شايفين اللون هذا نفسه، راح تطلع لكم صوره وهي بالشعر هذا وش قد اللي باقي لها. حتى من وقتها سبحان الله شعرها صار يصير احلى واحلى من قبل، بس شوي هو الشعر خفيف لانه هي ما تحب الحليب والشغلات والبيض والامور هاي كلها قليل. يعني يا بنات هاي الصبغه نوعيتها مي قويه، يعني بس تغير اللون ما تحرق الشعر حرق. وتستفيد منها، ما عارفه يعني عن تجربتي الخاصه، انتم لا تجربون لاطفالكم. اما انت ككبيره حلوه الصبغه اللي تجربيها راح تستفادين عليها كثير، بس للاطفال ما اعرف. انا بالنسبه لي بنتي استفادت عليها وحبيت اشارككم التجربه، عشان ما بعدين تطلع بنتي فجأة شعرها أصفر أقول لكم شلون؟ شقار رباني، لا مو شقار رباني، شقار صبغاوي. طبعا أنا بالعادة أخلطهم بصحن، بس حبيت اليوم أتفنن وأسوي مثل ما يسوون الأجانب، حبيت أحطهم كلهم بالعلبة. يما اليوم هذا الفيديو ايش قد راح يجيني انتقادات يا بنات، والله اني مجربه من قبل ها، وبنتي كانت اصغر من هيك وما اثر عليها، بالعكس والله فادها. يعني ليش احس العلبه تعبت قبل ما نخلص الثانيه؟ ثريا؟ انت مستعده؟ ايه مستعده للكارثه الحلوه الجميله؟ ايه. طبعا شغل الاجانب ما زبط، والعلبه هاي ما كفت الماسورتين، مشان اذا جربت ما تتورط من البدايه. هاي طبعا هي طبعا هذا الشامبو يجي معاها زيت بعد وقت القصير راح نحط منه. والكفوف احلى شيء، بس صبغه الشقره انه ما تصبغ اليدين. والله لا يرويك انا السوداء مره ابتليت بيها بلوه ربي، يمكن ظلت الصبغه على يدي اسبوع كامل، والله ما خلت شيء ما حطيته على يدي، وما راح وما راح من وقت لا جبت الصبغه السوداء ولا جبت اي لون صبغه ثاني غير الاشكال. نقول بسم الله، صحيح لسه ما حركت ثاني. هو طبعا اكثر شيء يأذي الشعر الميش يا بنات، ولا الصبغات هاي يعني تقدرين تصبغين مثلا كل 3 أسابيع مرة ما يأثر، بس الميش يحرق الشعر حرق، يموت الحياة اللي بيه. شوف هاي بس للصبغات والأمور هاي. هلا أنت قاعدة على التليفون؟ إيه. نطيتها التليفون تاعت السلة ما تمل. يلا يا رب.
بالبداية لازم نشبع الواجهة هاي. قربي ماما ارفعي لي راسك. ايوه طبعا فرشاية تبعت صبغة ما عندي. والله شفت بلمو لازمني جايبة بس ما كنت متوقعة حالي راح اصبغ لها. فجأة سبحان الله هي طفت الفكرة ببالي. والله يا بنات شعر ثريا سمكان ما اعرف اذا تكفى الصبغة ولا لا، واني ما حسبت حساب بس ان شاء الله تكفي. يلا اذا ما كفت نسوي لها شعرها لونين. طبعا يا بنات ارجع اذكركم تراها مشان ما حدا يكتب لي حرقتي لي شعر بنتي. في شعر يتحمل، في شعر ما يتحمل، وفي شعر يستفاد وفي شعر ما يستفاد، يعني ما يتأثر الشعر. فلذلك كل وحدة تسوي على مسؤوليتها الخاصة لحتى يعني ما تصير الخطية برقبتي، ولا أني يعني واثقة انه ما راح يصير شيء ان شاء الله، بس لحتى ما تصير خطية برقبتي، عارفين يعني واحد مش هيد ذنب حاله فريا. يا سلام راح اعي فرحة ساعة ونص، لازم ساعة ونص احطها علي الف لها شعرها بتشيز وعيفة ساعة ونص حتى يسحب اللون نظامي. طبعا هي جوز باحتمال ما يطلع نفس اللون بما انه كبرت شوي صار شعرها غامق. هاي الصبغة خلصناها راح اعيفه لمدة ساعة ونص او ساعة بس اشوف اللون شلون يصير واغسله. طبعا لازم نغسل المي باردة يعني دافية، ما تكون المي حارة بالحيل تروح الصبغة وتأذى الشعر بعدين. ايوه بعدين طبعا التشيز كثير مهم لحتى ياخذ اللون اللي احنا بنيه. ارفعي راسك مامي. هيج نعيف ثريا ساعة بعدين نغسل لها الشعرات الحلوات. خالصين صار تقريبا ساعة ونص راح اشيل لها. طبعا ما خذينا اللون اللي خذيناه قبل بس يجوز راح يتغير شوي، ما راح اغسله غير بهذا الشامبو ومي دافية. يلا امشي نرجع لكم بعد النتيجة الخارقة الحارقة المتفجرة. هاي يا بنات طبعا بعد نشفلها شعرها بس شوار بس تنشيف، ما بلا ليس ولا شي. ها لسه عمي يعني شايفات لسه عمي بس راح انشفه وارجع لكم. طبعا يا بنات هذا اللون يلي وصلنا له شايفات شلون، لانه هو جواه كان لون تقريبا يقول خلينا نقول انه اسود صار لون نحاسي، يعني لسه احلى من اللون اللي كنت تاني طالبته. شوفين ارفع راسك ماما يا عمري تعبت من الحمام. بس ما اعرف صراحه احسه يلبق الوجه هاللون هذا اكثر من الاسود صح. ركزي بوجهات ريا ماما، ارفعي وشك ارفعي وجهك. حيرتوني ما عاد اعرف احكي فصحى ولا حضري ولا عربي. ايوه ما راح اضب لها ياب مع انه صبغه تعرفين لحتى يرتاح شوي. مع انه الدنيا ليل ما راح اقدر لا البسها فستان ولا البسها شيء. شوفن يا بنات اللون صار متوحد هاي، يعني صار كله لون واحد ما شاء الله. الشعر لا انحرق ولا جا شيء ولا الحمد لله. بدي اقول لهم يا ترى ايش صار شعري جميل؟ شعري جميل. انت شعرك جميل على طول بنتي. حبايب قلبي اذا عجبكم الفيديو انا قلت لكم هذا بدكم تجربون على مسؤوليتكم وعلى مسؤوليتي، لانه انا مجربه من قبل يعني
عشت الخوف والحمد لله صار يعني احسن من قبل. فانتم اذا حابين تجربون جربوا معايا مسؤوليتكم، مو حابين تجربون بس اتفرجوا معايا هذا الفيديو، حطوا لايك واشتركوا بالقناه. ولهين نقولكم يلا مع السلامه، اشوفكم على خير.